مساء الخير يا شباب. اليوم بدنا نشرح عن طريقة كيف نساوي ماسك على صورة. خلينا نبلش ونشوف. أول شيء فاتح برنامج الفوتوشوب مثل ما أنكم شايفين ومنزل صورة. هلا هاي الصورة خذ أي صورة بدك إياها نزلها حطها على الفوتوشوب مثل ما أنكم شايفين. هلا بدي ساوي هو بس أول شيء بحط أنا بصغر الياس الارت بورد بضغط سي بأخذ على حجم الصورة مثل ما أنكم شايفين. طيب الخطوة اللي بعدها أنا بحب أساوي على طول دوبليكيت كنترول جي. بعد ما أساوي دوبليكيت شو اللي بساوي؟ بضيف لاير جديدة وبعدين بركب عليها مثلا جريدينت أو أي خلفية. أنا بحب مثلا أخذ لي جريدينت، اختار اللون اللي بدكم إياه. أنا بالعادة مثلا بدنا نشوف أوكي أنا بحب هذا اللون أو يعني بقدر اختاروا أي لون أنتم بدكم إياه. بعدين بنساوي جريدينت مثل ما أنكم شايفين. طيب هلا صار الجريدينت فوق الصورة. الخطوة اللي بعدها هي اني اطبق عليه لير ماسك. نجي لهون بنضغط على كرييت لير ماسك. حلو. بعد ما اضغط هون ايش بساوي؟ بضغط على حرف البي مشان اختار البرش. هلا هي برش قبل كنت اخذها، انتم ممكن تروحوا لهنيك تختاروا البرش اللي بدكم اياها. هلا مثل ما انكم شايفين هي البرشات اللي عندي، ممكن القائمة عندها غير، ما علينا. اختار البرش اللي بدك اياها الشكل اللي بدك اياه. انا ممكن خليني اشوف ممكن اخذ هاي اوكي كبر شوي حجمها مثلا، اختار الحجم اللي بدك اياه شلون الوضع بدك اياه وبلش ارسم فوق الجريدينت. مثل ما انكم شايفين بتبلش ايش تظهر الصورة هيك بهذا الشكل. طبعا ممكن نطبق ناخذ اكثر من برش، ممكن مثلا ناخذ برش ثانيه شكل ثاني، انت حر اختار اللي بدك اياه. انا هون عم اختار اكثر منه وممكن اضبط بيناتهم. هون مثل ما انتم شايفين نسيت انه اقلب، بس مجرد بدك تساوي اقلب بين الابيض والاسود، فهمت علي؟ هيك احنا بنكون شو طبقنا عمليه برش. وممكن تكتب التكست مثلا، حابب تكتب نص، حابب تساوي شغله ممكن تكتب اللي بدك اياه. وهذا الشرح لليوم، بتمنى يكون عجبكم، شرح بسيط خفيف ونظيف. وشكرا للمشاهدة، بشوفكم حلقة جديدة، مع السلامة.